ها اتصلت. مساء الخير حبيبي. مساء الخير حبيبي، تأخرتي. حياتي لبين ما راحت من عندي نيرمين، يعني نظفت وجليت وقلت بتفضلك لحتى أحكي معك على رواق. ممتاز، هاتي لشوف روقينا. شو بدي أقلك؟ شو بدك تقليلي؟ قليلي جوابك. على شو؟ بلا غلاظة لورين، موافقة على الخطبة ولا لا؟ إيها دخيل الله اللي خلقك، هذا كلام بيفرح القلب. بس بشرط. شرط؟ شو هو الشرط؟ أنا ما بسكن مع أهلك. نحن حاكين بهذا الموضوع بالمرة وأنا شارح لك كل مبرراتي. وأنا ما اقتنعت، أنت لازم تستأجر لي بيت. يا لورين، شايفة الظرف؟ شايفة الغلا أنت؟ إذا استأجرت لك لحالك رح نعيش حياة تقشف. طب بيساعدونا أهلينا؟ شلون يعني بيساعدونا أهلينا؟ لا، أحسن ما أضغط عليهم بالمصروف بروح بسكن عندهم. طيب تسكن مع أهلي؟ شو؟ مستحيل. ليش؟ شو ليش؟ أنا عندي بيت وخلي الناس تقول عني صهر بيت؟ بس أنا ما بعيش مع أمك وأبوك، يعني بيعيدوا لي حريتي. كمان بكرة أخوك بينزل إجازة من الجيش وبتنحجز حريتي. لورين، أنت هلأ هيك بتحكي، يعني بكرة متى ما سكنتي معهم تتعودي عليهم بصير البيت بيتك، يعني ما عاد حدا يقيد لك حريتك. يعني فيني البس تفريعة واتفتل فيها بالصالون او اطلع بالبرنس قدام ابوك واخوك وحتى امك؟ والله ما بعرف، بس انتي هيك عم تصعبي علي. لا حبيبي ما عم صعبة. بكرة كمان اخوك بيتسرح من الجيش وبصير بده يتزوج، وبعد مع سلفتي وولاد اخوك بنفس البيت، بيت واحد كلياتنا، وبتكمل معي. يا حبيبتي يا عيني، هي مرحلة مؤقتة، بكرة ان شاء الله الله بيفرج علينا وبناخد بيت لحالنا. بالله، ومن وين وامتى؟ يعني هلأ شو؟ هلأ بتستأجر لي بيت منتزوج، غير هيك؟ انا اسفة. يعني بدك تتركيني؟ لا شو اتركك، انا بحبك، بس يعني ممكن اجل موضوع الزواج لحتى تمرق اي المرحلة اللي سميتها مؤقتة، ويا اما بصير لنا بيت يا انت بتستأجر براتبك بيت وبراتبي بنعيش. ماشي، خلينا نخطب هلا وبعدين بنشوف شو بصير معنا بقصة البيت. طيب ماشي، موافقة. منيح كتير، معناتها احكي مع اهلك وردي لي خبر. من عيوني. عمار لا تزعل مني، أنا آسفة، بس يعني أنا ما بدي حدا ينغص علينا عيشتنا ويسرقنا فرحتنا، وأنا ما بدي حدا يضيع حبنا بالمشاكل والتفاصيل اليومية تبع الأهل. لا خلص ما رح أزعل، أنت بس ردي لي خبر شو بصير معك. خلص، أنا بهاليومين رح أحكي مع ماما. وأبوكي؟ رح خلي ماما هي اللي تحكي معه، يعني أنا بستحي أحكي معه بهذا الموضوع. طيب تصبحي على خير. وانت بخير حبيبي، بحبك. وانا كمان بحبك.